حبايبي بريد 6 احنا بندرس السنه دي حاجه اسمها ديستانس على الكوردينيتس، والكوردينيتس اللي هو اكس اكسس والواي اكسس، وهنكمل بعد كده دروس كتيره كلها زي الترانسبورتيشن على ورقه الجراف. اول هام انت ممكن تديني البوينت والكوردينيتس بتوعها، او انا ادي لك الفيجر واقول لك ديتيرمين ذا كوردينيت، يعني الايه، مين البوينت ايه، مين الاكس بتاعها ومين الواي بتاعها، انا عايز ايه. ادي يا مستر الايه، احنا اتفقنا الفيرست ده بتاع الاكس والسكند واي، يبقى حضرتك بتيجي من الايه وتنزل على الاكس اكسس، اديني هنزل اهو، رحنا عند مين، شكرا، وارجع تاني ليها واخدها واروح للواي اكسس، تعالى نروح عند مين؟ شكرا. يبقى دي أول حاجة إزاي أعمل ديتيرمن، أعمل منشن وأحدد التو كوردينيتس بتاعت البوينت. بنفس الطريقة يلا يا بي، آدي البي، أول حاجة نروح لمين؟ ننزل على الإكس، شكرا، زيرو. يلا تعالى على الواي، ما هي واي أون، هي واقفة عنده. نيكست، عايز السي، ادي السي، ها ننزل عند الاكس اكسس نيجاتيف 3، يلا نروح عند الواي، ها 5، يلا ذا لاست بوينت الدي، ادي الدي، يلا دروب، اعمل لي دروب وانزل على الاكس اكسس، شكرا، وانت لاي على الواي ات 9. في مشكله؟ طيب تعالى بقى نقول الجزء الثاني. الجزء الثاني انه يطلب منك اللينث، انا عاوز اي سي، عندي كذا طريقه، في طريقه الابسوليوت، والطلبه علشان تكاوي قال لي طب انا هعمل كاونت لليونتس، مش فاهم، ادي الاي سي، انا الاي سي ده هوريزونتال، يعني ممكن اقول هاخد من 3 لنيجاتيف 3 واعملها في ابسوليوت. طب هم مش عايزين، طب حبيبي ايه الاسهل لك؟ قال لي ان انا هاجي اعمل كاونت، ادي 1 2 3 4 5 6، شكرا. في حين ان هو لو عمل الابسوليوت من نيجاتيف 3 ماينس 3 برضه هتدي له 6. كمان مره، ادي الاي سي من اي تو سي هعمل كاونت لليونت، وده اسمه لينث يونت. سيميلر، طب انا عايز البي دي، حاضر يا حبيبي، من الدي للبي يعني 9 ماينس 1، طب يا مستر انا مش عايز كده، تعالى نعمل كاونت، ادي 1 2 3 4 5 6 7 8، فعلا هنا 8 لينث يونت. طيب نيجي لاخر جزئيه، انا عايز الاريا بتاع الرومبس، هندرس الاريا بتاع الرومبس وكل الاشكال بتوسع في بريك 2. طب انا دلوقتي بص بقى معايا لو سمحت، ادي اهو الراجل ده، احنا لو عملنا كده مش ده بقى تريانجل، الاريا بتاعته هاف بيس تايمز هايت، طب والراجل ده يبقى هما الاثنين هاف وهاف يبقى 1، يبقى بيس تايمز هايت، بيس تايمز هايت. طب انا عندي الكلام دوت، اقدر حبيبي اخد دي البيز ودي الهايت، ادي البيز والهايت، ده بتاع اللي فوق، يبقى انا عندي ده كله انت جايبه كام؟ ها الاي سي 6، بص بقى معايا، يبقى دي البيز، بص بقى الهايت هنا، الهايت بتاعي كام؟ نعمل كاونت، استنى بقى عليا، بص معايا يا مستر، انا هجيب الراجل ده وهنا ادي هاف تايم 6 للطالب اللي مش عارف، هاخد ده لوحده اهو، واخد ده كمان لوحده، يبقى الراجل ده هاف 6 ونعمل كاونت، دول كام؟ 4، يبقى هاف تايم 6 تايم 4 وكمان هاف تايم 6 تايم 4، يبقى اللي مش هيخطر على باله يعمل له ديفايد لتو تريانجلز، اهو ادي حبيبي البيز
وادي الهايت وبتعمل كاونت. الراجل الجميل ده هنا هيدي 12 وهنا يدي 12 تبقى 24 وبنقول عليها يونت سكوير. يبقى لما تلاقي نفسك في رول مش عارفها، انا عارف الاريا بتاع ريكتانجل لينث تايمز ويدث، عارف الاريا بتاعه السكوير سايد تايم سايد. لما نغلب في الراجل ده نفتكره هو الباراليلوجرام، ان انا هعمل له ديفايد لتو تريانجلز ايتش اوف ذيم هاف بيس تايمز هايت واعمل لهم بلس.